خلي قال بالك، قال لك يا رب ما تطلع تاتا ده هيمسكنا هيعمل فينا مساوي. لا لا اصل خلي بالك احنا بنتكلم بحرقه شويه، الواحد زعلان يعني. لا أنا مش يعني لا انا عايز كان النادي الاهلي، لا لا النادي الاهلي كان لازم ماشي زي ده برضو يكسب 2 3 4 5 قادر تزود زود. طمن ان الجماهير وطمنا على حالتك قبل الماتشات الصعبه اللي جايه. مولين عرب كسب في 14 دقيقه 3-0 من بين شخصيتك للجمهور، شخصيه النادي الاهلي اللي كان مفتقدها النهارده، روح الفانيله الحمراء اللي كان النادي الاهلي مفتقدها النهارده وكان مفتقدها ماتش طنطا. ده اللي انا بقول عليه يا كابتن علاء. ما هو ده انا بتكلم فيه، انتوا شرختوا تاني في الكلام فيه. انا بقول لكم النهارده الحاجات الاساسيات بتاعت لعيب الكوره مش موجوده، اساسياتك كشكل فريق مش موجود. 2-0 لازم النتيجه خلاص 2-0 استحاله يخش منافس في مباراه 2-1 وضيع هدف. ايهاب فؤاد مضيع هدف بالهيد في اخر ثانيه في الشوط الاول. طب بص يا ايمن، روح للسيناريو الاسوء، ان الكره دي دخل الجول هتطلع 2-2 الشوط الاول. تعال بقى انزل الشوط الثاني هتلاقي عفاريت طبعا، تلاقي الترسانه دي في السماء وانت لسه عشان تلم نفسك مش هينفع، تاخد وقت كتير قوي، خصوصا اللعيبه واضح ان هي وصل لها حاجه في دماغها بتادي 90 دقيقه مجرد اداء بس يا ايمن، اداء بس يعني اداء 1-0 خلاص كويس قوي كده. تعرف انت وصلتني ليه؟ اتفضل. انهاء الهجمه كمان، رعونه في انهاء الهجمه وعدم التركيز من الماتشات اللي فاتت وجت ما جتش يعني، فاهم؟